مجموعة الأعداد الغير نسبية اللي أنا برمز لها للرمز نون شرطة. أنا عندي إزاي أقول إن العدد ده غير نسبي؟ فالعدد ده اللي أنا لا يمكن إن أنا أحطه على صورة ألف باء. أنا قلت إن ألف وباء ينتموا لصاد، وإن الباء مستحيل إن هي تساوي الصفر، تمام؟ أمثلة للأعداد اللي هي الغير نسبية، فعندي أول حاجة عندي الجذور التربيعية للأعداد الموجبة التي ليست مربع كامل، تمام؟ فأنا عندي مثلا جذر 2، هل جذر 2 ده ينفع أطلع له حاجة؟ لا ما ينفعش، يبقى ده عندي عدد غير نسبي. جذر 5 هل ينفع فكه؟ لا ما ينفعش يتفك. عندي سالب جذر 6 ينفع فكه؟ لا ما ينفعش، تمام؟ كمان عندي الجذور التكعيبية للأعداد النسبية اللي هي ما تكونش عندي مربعات كاملة. يعني هي ما تكونش عندي مربعات كاملة؟ يعني عندي مثلا جذر التكعيب الأربعة، هل الأربعة دي بتساوي حاجة في حاجة في حاجة؟ لا ما تساويش. هل جذر التكعيب ال11 ده بيساوي 3 أرقام في بعض؟ لا. هل السالب 3 بيساوي 3 أرقام في بعض؟ لا. إذا عندي على طول أقول إن العدد الغير نسبي هو عدد الموجود تحت الجذر، سواء جذر التربيعي أو التكعيبي، واللي أنا مقدرش أحسبه، تمام؟ تالت أمثلة عندي من العدد الغير نسبي اللي هي النسبة التقريبية اللي إحنا بنسميها باي. يعني لو جه قال لي باي ده عدد نسبي ولا غير نسبي، أقول على طول إن هو غير نسبي. لو جالي رقم زي ده أقول على طول إن هو عدد غير نسبي. لو جالي رقم زي ده مثلا أقول على طول إن هو عدد غير نسبي. فانا برمز، انا قلت انا برمز الاعداد الغير نسبيه بنون شرط. لو كان نسبي يبقى نون، غير نسبي يبقى احط الشرط، تمام؟ وعندي ان نون تقاطع نون شرطه عندي بكام؟ بفا، يعني مستحيل ان هي تتقاطع معاه. اي عدد غير نسبي بتنحصر قيمته ما بين عددين نسبيين، تمام؟ شوف الكلام ده كله معناه ايه، ونشوف امثله على الكلام ده. طيب بيقول لي اكمل باستخدام احد الرمزين نون ونون شرط. انا عندي ايه الفرق ما بين النون والنون شرطه؟ انا قلت ان النون اللي هي عدد نسبي، ونون شرطه اللي هي عدد غير نسبي. فانا عندي الجذر التكعيبي للثمانيه، هل الثمانيه تعرف تفكها لثلاث ارقام اللي هي عباره عن 2 في 2 في 2، فينفع لها جذر؟ يبقى اقول على طول ان هي تطلع عندي في الاخر ب2، يبقى ده على طول هقول ان هي تبع الاعداد النسبيه. طيب انا عندي الثمانيه ينفع افكها لحاجه في حاجه، يعني 2 في 2 ب4 بس ما تساويش عندي 8، أو 4 في 2 ب8 بس برضك ماهيش رقمين في بعض، أقول على طول إن هي عدد غير نسبي. أنا عندي الجذر 6، هل الجذر 6 ينفع رقمين في بعض؟ لا ما ينفعش، بقول إن هي على طول عدد غير نسبي. الباي، فاكرين إحنا قايلين الباي عدد إيه؟ غير نسبي، تمام؟ طيب بقول لي ضع علامة صح أو غلط بين القوسين، تمام؟ طيب أنا عندي الجذر 7 أكبر من التلاتة، الكلام ده صح ولا غلط؟ نشوف الكلام ده. انا لو ربعت، فانا عندي السبع جذر 7 اس 2 لو ربعتها تطلع عندي ب7، والتلاتة عندي لو ربعتها تطلع عندي ب9، هل السبعة اكبر من 9؟ لا، يبقى الكلام ده غلط، تمام؟ طيب شوف مثال تاني. لو عايز اجيب جذر التكعيب ال20 اكبر من الجذر 9، طيب نشوف جذر التكعيب ال20 كان بكام. جذر التكعيب ال20 هيطلع بكام؟ ثواني هجيبها ازاي؟ انا عندي واحده هنا تربيع وواحده هنا تكعيب، فانا لو ربعت دي كده هتطلع عندي بكام؟ ب9. طب لو كعبتها تطلع عندي بكام؟ ب27. هل الجذر التكعيب ال 27 عندي هل الجذر تكعيب ال 20 اكبر من الجذر التكعيب ال 27؟ لا، يبقى الكلام ده برضك غلط. يبقى لازما اللي هنا يبقى زي اللي هنا، فانا هخلي ده لو ربعته هيطلع ب9، لو ربعت ده لو كعبته هيطلع بكام؟ ب27، تمام؟ طيب فاكرين احنا كنا بنجيب مساحه المربع ازاي؟ مساحه المربع عندي كانت بتساوي طول الضلع في نفس اللي هو لام في لام، تمام؟ يعني لام في لام دي اللي هي لام تربيع. طيب لو انا عايز اجيب طول الضلع اجيبه ازاي؟ يبقى الجذر المساحه. يعني لو جه قال لي مربع مساحته كذا وانا عايز اجيب طول الضلع، هقول ان طول الضلع اللي هو اللام بيساوي ايه؟ بيساوي جذر المساحه، تمام؟ نشوف مثال على الكلام ده. بيقول لي اوجد طول ضلع مربع، اوجد طول ضلع مربع كانت مساحته 6 سنتيمتر مربع. انا فاكرين احنا كنا بنقول المساحه مربع اللي هي اللام تربيع كانت بتساوي 6 سنتي تربيع. هجيب منها اللام ازاي؟ فانا اقول ان اللام بيساوي جذر المساحه، لا يساوي الجذر 6 اللي هو جذر 6 بالسنتي.